بسم الله الرحمن الرحيم. إذا فهاد التسجيل نقدمو تصحيح لامتحان الدورة الاستدراكية 2017 SVT والتمرين الخاص بمفهوم الخبر الوراثي اللي من خلاله غنحددو بالخصوص ونركزو بالخصوص على عملية على طريقة جواب السؤال المتعلق بالعلاقة مورثة بروتين صفة. إذا في الجزء الأول غادي نحللو المعطيات الجليبية باش نطرقو من بعد للعملية ديال النسخ الوراثي، يعني الانتقال من الـ DNA إلى الـ RNA، ثم الترجمة يعني الانتقال من الـ RNA إلى البروتينات، وفي الأخير نحدد العلاقة بين المورثة والبروتين ثم الصفة. إذا بالنسبة للجزء الأول من التمرين، من أجل إبراز العلاقة بين المورثات والصفات الوراثية وتحديد بعض آليات تعبير الخبر الوراثي، نقترح المعطيات الآتية: تتميز الخلايا الحية بقدرتها على الانقسام الذي يخضع لتنظيم محكم. من بين المورثات المتدخلة في تنظيم هذا الانقسام الخلوي نجد المورثات P53، ينجم عن حدود خلل في هذا التنظيم، تكاثر عشوائي الخلايا وتشكل ورم سرطاني. إذا بالنسبة للمعطيات كتقول لك بأن الخلايا الحية عندها قدرة على الانقسام، وهذا الانقسام ما كيكونش بشكل عشوائي، ولكن هناك تنظيم محكم اللي كيحدد كيفية انقسام الخلية. من بين المورثات المسؤولة على هذه الانقسامات الخلوية مورثة تسمى ب P53. إذا كان حدث خلل في هذه المورثة كتظهر أورام سرطانية. إذن لإبراز العلاقة بين المورثة P53 وتكون الورم السرطاني، يعني هذا كمظهر خارجي، المظهر الصفة اللي كتظهر سواها هي الورم السرطاني، هذا هو المظهر الخارجي اللي يظهر في حالة خلل على مستوى P53. أنجز باحثون تجربة على فئران تتوفر على مورثة P53 غير نشيطة، حيث قاموا بإحداث ورم سرطاني عند هذه الفئران، ثم قاموا بتتبع تطور حجم الورم السرطاني، وذلك بعد تنشيط مورثة P53 لدى هذه الفئران. تقدم وثيقة واحدة نتائج هذه التجربة. العمل اللي قاموا به الباحثون في هذا بالنسبة لهذه التجربة، خدموا مجموعة من الفئران عندهم مورثة P53 غير نشيطة، إذا هذه المورثة ما غتقومش بتنظيم انقسام خلوي غير مباشر، مادام أن هذه P53 غير نشيطة إذا غتؤدي إلى ظهور ورم سرطاني. بعد ذلك شو العمل اللي قاموا به؟ غيقوم بتتبع حجم هذا الورم السرطاني، ولكن بعد تنشيط المورثة P53. إذا لذلك نلاحظوها في النتائج. عندنا الوثيقة واحد شنو كتمثل لنا، غندرسو تغير حجم الورم السرطاني بدلالة الزمن، ولكن في حدثين مختلفين. دونك عندنا الحدث الأول هو أن عندنا بداية التجربة كان هناك ورم سرطاني، الحدث الثاني هو أننا غنقوم بتنشيط المورثة P53. وعندنا واحد النتيجة مهمة اللي خاصنا نطرقوا لها في دراسة هذا المثال، هو أن في الفترة هناك اختفاء للورم. إذا غندرسو تغير حجم الورم السرطاني في بداية التجربة بعد تنشيط المورثة P53 اللي غينتهي باختفاء الورم. دابا الآن يمكننا نشوفوا السؤال. السؤال الأول صف دونك العملية ديال الوصف، النتائج ممثلة في الوثيقة واحد، ثم استنتج معللا إجابتك دور مورثة P53. غنوصفوا هذه النتائج الملاحظة في الوصف، غادي نعتمد فقط على قراءة لمعطيات الوثيقة واحد. شنو كنلاحظوا في هذه الوثيقة؟ من بعد غادي نديروا استنتاج، غنخرجوا فكرة معممة. شنو غنستنتجوا؟ غنستنتجوا الدور ديال المورثة P53. يعني في الاستنتاج راه محدد وموجه فقط لتحديد دور المورثة P53، وبطبيعة الحال غنديروا التعليل لهذا الاستنتاج. إذا أولا بالنسبة للوصف، شنو كنلاحظوا في الوثيقة؟ بأن ودائما كما ذكرت بأن مادام أن عندنا الحجم بدلالة الزمن، خصني ندرس هذا التغير بدلالة هذا الأحداث اللي عندي في محور الأفاصيل. إذا غنبداو أولا ببداية التجربة، في بداية التجربة شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بأن حجم الورم السرطاني تقريبا القيمة ديالو 0.4 سنتيمتر مكعب، هذه في بداية التجربة. بعد تنشيط المورثة P53 شنو غادي يحدث؟ كنلاحظوا بأن هناك انخفاض في حجم الورم السرطاني، غينخفض إلى القيمة تقريبا 0.8 أو 0.08 سنتيمتر مكعب بعد 12 يوم، ثم غيوصل إلى 0.04 سنتيمتر مكعب بعد 18 يوم، ليختفي نهائيا بعد 28 يوم. إذن هذه المراحل ديال تطور الورم السرطاني. حددنا الأحداث في بداية التجربة، الحجم كان القيمة ديال الحجم الورم السرطاني، ثم بعد تنشيط المورثة حددنا قراءة فقط المعطيات الممثلة في الوثيقة بعد 12 يوم 18 يوم وبعد 28 يوم. دونك هذا بالنسبة للوصف. الآن بعد الوصف اللي مطلوب هو الاستنتاج مع التعليل. شنو غنستنتجوا؟ هذا الاستنتاج محدد بالضبط، غنستنجوا دور المورثة P53. بطبيعة الحال هذا الدور باش يكون متعلق بدورها في
في علاقته مع حجم الورم السرطاني. إذا من الوصف السابق لاحظنا بأن في غياب نشاط المورثة كان حجم الورم السرطاني مرتفع، لكن مع وجود أو بعد تنشيط المورثة بـ53 اللي حدث هو أن حجم الورم السرطاني تراجع إلى أن يختفي. إذن عندما تكون المورثة بـ53 غير نشيطة يظهر الورم، لكن عند تنشيط المورثة يختفي الورم. إذن الاستنتاج هذا تعليل. ما هو الاستنتاج بصفة عامة؟ شنو بأن المورثة بـ53 تتدخل في تراجع الورم السرطاني. المورثة بـ53 لها دور في اختفاء الورم السرطاني، وهذا يكون هو الاستنتاج الخاص بدور المورثة بـ53. الآن فيما يخص الجزء الثاني من التمرين، ترمز المورثة بـ53 لبروتين يحمل نفس الاسم، هو بروتين بـ53، الذي يتدخل في تنظيم الانقسامات الخلوية عند حدوث خلل في الأدين. يبرز رمز الوثيقة 2 علاقة البروتين بـ53 بالمظهر الخارجي على مستوى الخلوي. عندنا حالتين، إما يكون انقسام خلوي عادي الحالة الأولى، وإما يكون تكاثر عشوائي مع تكون ورم سرطاني والحالة الثانية. إذن الحالة الأولى عندنا استئناف الانقسام الخلوي بشكل عادي، والحالة الثانية تكاثر عشوائي وظهور ورم سرطاني. شنو كيحدث بالنسبة لكل حالة؟ الحالة الأولى كيحدث خلل في الأدين، من بعد ما كيحدث الخلل في الأدين كيدخل بروتين بي 53 الوظيفي اللي كيقوم بوظيفة ديالو عادية. شنو العمل ديال البروتين بي 53؟ يوقف الانقسام الخلوي إلى حين إصلاح الأدين. حتى كيتم إصلاح هذا الخلل، هذا البروتين بي 53 كيوقف الانقسام إلى غاية إصلاح هذا الخلل في الأدين. عاد من بعد الخلية غتستأنف الانقسامات الخلوية، وبالتالي غتكون انقسامات عادية. لكن في الحالة الثانية ملي كيحدث خلل في الأدين، هذا بروتين بي 53 غير وظيفي، غير فعال، ما يقومش بالدور ديالو. إذا مادام أنه ما يقومش بالدور ديالو، إذا ما غيوقفش الانقسامات الخلوية، عدم توقف الانقسام الخلوي، وملي ما يتوقفش الانقسامات أيضا ما كيكونش إصلاح للخلل الملاحظ في الأدين. مادام هناك خلل في الأدين، هذا يؤدي إلى تكاثر عشوائي للخلايا وظهور ورم سرطاني. إذا التكاثر أو الانقسامات العشوائية للخلية غينتج عنها ورم سرطاني. السبب هو أن البروتين بي 53 غير فعال أو غير وظيفي. إذا بالنسبة للسؤال الثاني، باستثمار معطيات الوثيقة 2، استثمار الوثيقة 2، استخرج العلاقة بين البروتين بي 53 والمظهر الخارجي. خصنا نحدد واحد العلاقة بين هذا البروتين بي 53 والمظهر الخارجي، اللي هو إما استئناف العادي لانقسام الخلوي أو تكاثر عشوائي وظهور ورم سرطاني. هذا هو المظهر الخارجي. غنحدد العلاقة بين هذا البروتين والمظهر الخارجي بالنسبة لكل حالة، للخلية في كل حالة. ثم الجزء الثاني من السؤال، بين وجود علاقة بروتين صفة. هنا الجزء اللي مهم هنا اللي كتطرح غالبا في الامتحانات هو العلاقة صفة بروتين أو بروتين صفة. نحدد أول الجزء الأول، ما هي علاقة البروتين بي 53 مع المظهر الخارجي؟ إذن غادي نبدأ بالطبيعة ديال البروتين، هل هو وظيفي أو غير وظيفي، وش هي النتيجة اللي يقوم بها. نبدأ أولا بالحالة الأولى، عند حدوث خلل في الأدين يتدخل بروتين بي 53 الوظيفي فيعمل على إيقاف الانقسام الخلوي إلى حين إصلاح الأدين. هذا شنو غادي ينتج عنه؟ استئناف الانقسام الخلوي بشكل عادي. إذا حددنا العلاقة ما بين هذا البروتين والمظهر الخارجي، حدوث خلل، تدخل بروتين بي 53، شنو العمل اللي يقوم به هذا البروتين بي 53؟ غيوقف الانقسام الخلوي الى غير اصلاح الخلل ديال الادين. وشنو هي النتيجه على المظهر الخارجي؟ غيكون استئناف الانقسام الخلوي بشكل عادي. الحاله الثانيه نفس العمليه، غيكون خلل على مستوى الادين، ولكن هذا البروتين بي 53 غير وظيفي. يعني مادام انه غير وظيفي ما غتكونش عنده القدره على على توقيف الانقسام. دونك البروتين بي 53 غير وظيفي لا يوقف الانقسام الخلوي، وبالتالي لا يتم إصلاح الأدين. وملي ما غيتمش إصلاح الأدين وما يتوقفش الانقسام، تكاثر الانقسامات غتكون عشوائية وغتؤدي إلى ظهور الورم السرطاني. هذا سيؤدي إلى ظهور الورم السرطاني على مستوى الخلية. إذا بعد هاد العلاقة، دونك شنو حددنا؟ حددنا العلاقة بين البروتين بي 53 والمظهر الخارجي. تكلمنا على البروتين اذا كان 53 الى بي 53 الى كان وظيفي، المظهر الخارجي غتكون انقسامات عاديه هما اللي عندنا هنا في الوثيقه، واذا كان بي 53 غير وظيفي غيكون عندنا ظهور الورم السرطاني.
إذن من هذه العملية دابا غادي نستخرجوا بأن بالفعل هناك علاقة بين بروتين وصفة. بالنسبة لهذه العلاقة غنستخرجوها فقط من هذا المثال المدروس ديال الوثيقة 2. إذن باش نبينوا علاقة بروتين صفة خصني نبين بأن تغيير البروتين سيؤدي إلى تغيير الصفة. وبطبيعة الحال غادي نبين شنو البروتين اللي كندرسو وشنو هي الصفة اللي كندرسوها. البروتين اللي كندرسو في هذا المثال هو بروتين بي 53، والصفة اللي كندرسوها هي الانقسامات الخلوية، انقسام خلوي عادي أو انقسام خلوي غير عادي أو تكاثر عشوائي يؤدي إلى ظهور الورم السرطاني. كيفاش غنوضحوا هذا التغيير البروتين يؤدي إلى تغيير الصفة؟ أولا بالنسبة للحالة الأولى شنو لاحظنا؟ إذا كان البروتين بي 53 وظيفي سيمنع تشكل الأورام السرطانية وبالتالي انقسام عادي للخلية. إذا تكلمت على البروتين وانتقلت إلى الصفة، نفس العملية غنديرها في حالة التغيير. إذا إلى غيرنا إلى حد التغيير على مستوى البروتين، يعني إلى أصبح البروتين بي 53 غير فعال أو غير وظيفي، هذا شنو يؤدي إلى تشكل ورم سرطاني نتيجة تكاثر عشوائي للخلية. يعني شنو كان عنيه بهذه؟ بأن تغير البروتين بي 53 إيش أدى؟ أدى إلى تغير الصفة. وهذا هو المدلول ديال أو هذا هو التعليل ديال وجود علاقة بروتين صفة، لأن تغير بروتين بي 53 يؤدي إلى تغير صفة، وهذا ما يبين وجود علاقة بروتين صفة. إن شنو العمل اللي قمنا به للجواب على هذا السؤال؟ بينا العلاقة ما بين البروتين هو الصفة المدروسة في الحالة العادية والحالة غير العادية، ثم بينا العلاقة بصفة عامة بأن تغير البروتين سيؤدي إلى تغير صفة، وهذه العلاقة ديال البروتين صفة. الآن بالنسبة للجزء الأخير من التمرين، بينت دراسات أخرى أن أكثر من نصف أنواع السرطانات المعروفة عند الإنسان يرتبط بخلل في المورث بي 53. تقدم الوثيقة 3 جزء من المتتالية النيكليوتيدي للولب المنسوخ، يعني اللولب القابل للنسخ، لكل من الحليل العادي والحليل غير العادي لهذه المورثة. وتقدم وثيقة 4 مستخلصا من جدول الرمز الوراثي. إذا شنو عطاونا في الوثيقة 3؟ جزء من مورثة الحليل بي 53 العادي وجزء من مورثة الحليل بي 53 غير العادي. هذا راه اللولب المنسوخ، لان في بعض الحالات راه كيعطيكم اللولب غير منسوخ. هذا مادام انه لولب منسوخ، يعني شنو كيعني؟ كيعني بان من هذا اللولب كيمكن لي نستخرج مباشره الاي ار ان ام. والوثيقه 4 كتبين لنا مستخرج او مستخلص من جدول الرمز الوراثي، يعني العلاقه من بين الوحدات الرمزيه والحمل الاميني المقابل لها. اذا السؤال الثالث، دونك هذا اسئله العاديه اللي كتطرح غالبا، هو باستخراج المعطيات الوثيقه 3 و4 نحددوا متتاليات الاي ار ان ام ومتتاليات الاحماض الامينيه، الحليل العادي والحليل غير العادي. إذا العملية غنبداو أولا بالحليل العادي لتسهيل باش ما نوقعوش في الخطأ، يعني باش ما توقعوش في خطأ في الجواب. نبداو أولا بجزيئات الأد دي إن. إذا غناخد الأد دي إن ديال الحليل العادي بي 53، من بعد تحديد الأد دي إن، يعني كنعاود فقط هذه اللي عندي في الوثيقة، غنرسم أي أر إن إم. الأي أر إن إم بطبيعة الحال نظام التقابل جي سي أمام جي، أ أمام T، ولكن الخطأ اللي ما تقعوش فيه هو U أمام A وليس T، U أمام A. وكاين اللي كيخطأ في واحد المسألة كيوضع U أمام T، T أمامها A، بحال الشكل ديال الأداء. الفرق هو أن A أوضع أمامها U. ثم متتاليات الأحماض الأمينية، كل ثلاثية من لا 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 أو كل وحدة رمزية غنبحثوا في الجدول على الحمل الأميني المقابل لها. دونك سي أ سي غتوجدوا بأنها هي الهيستيدين، دونك سي ا سي الى غير ذلك. دونك كل حمض وحده الحمض الامين مقابل لها. ثم في الاخير غنوضع الارقام ديال الوحدات او ثلاثيات النيكليوتيدات. اذا اللي في الوثيقه 167 حتى 175 ذات الارقام لكل وحده او كل ثلاثيات نيكليوتيدات على حده. نفس الشيء بالنسبه للحليل غير العادي، جزيئات الار دي ان اللولب غير اللولب المنسوخ، ثم نخرجوا منها جزيئات الار ان ام، باش في الاخير غنمثلو متتاليه الاحماض الامينيه نظام التقابل بين الوحده الرمزيه والحمض الاميني المقابل لها. هنا واحد الملاحظه بالنسبه للارقام اللي كتعطاكم في المعطيات، هنا راه هذا رقم خاص بثلاثيه النيكليوتيدات. في بعض الاحيان راه كيعطيو رقم خاص
القاعدة الأزوتية، يعني كيرقموا القواعد الأزوتية. هنا الرقم هو خاص بثلاثية النكليوتيدات ككل. بطبيعة الحال خصكم تأكدوا من الأرقام اللي شنو كتخص، واش الوحدة، واش ثلاثية النكليوتيدات أو القاعدة الأزوتية فقط. الآن غنمروا للسؤال الأخير، هو السؤال المهم. هو اعتمادا على ما سبق، بين العلاقة بين حدوث طفرة في مستوى المورثة 53 وتكون الورم السرطاني. هذا السؤال هو اللي كيمكن يتطرح بصيغة أخرى على شكل بين العلاقة مورثة بروتين صفة. إذا ملي كنقول لك العلاقة بين حدوث الطفرة، شنو هي الطفرة؟ هو تغير تلقائي وفجائي على مستوى الأدائن. إذا الطفرة ملي كنقول على مستوى الأدائن، يعني كنتكلم على مورثة. ما هي العلاقة بين حدوث الطفرة على مستوى المورثة وتكون ورم السرطاني؟ شنو الورم السرطاني؟ هو الصفة. وحنا شنو في السؤال اللي قبل، شكون هو السبب ديال هذا الورم السرطاني؟ هو البروتين، أن البروتين بي 53 غير وظيفي هو اللي كيؤدي إلى ظهور الورم السرطاني. يعني أن من هذا السؤال خصني نبين علاقة ملي كتحدث الطفرة مع البروتين اللي هو بي 53 ثم الصفة اللي هي ظهور الورم السرطاني. إذا بصفة عامة العملية كيفاش كتتم؟ هذا كمثال بصفة عامة بالنسبة لأغلب الحالات. لأن العلاقة المورثة اللي هي قطعة من الدائم مسؤولة صفة معينة كتحكمنا في إنتاج بروتين، والبروتين كيظهرنا على شكل صفة. أول علاقة كاينة هي العلاقة بين المورثة والبروتين. كيفاش كيمكننا نحددوا هذه العلاقة؟ ملي كيتطرح السؤال بين العلاقة مورثة بروتين، أول شيء كنبداو به غنبداو بالمورثة. كنحددوا نوع الطفرة اللي حدثت على مستوى المورثة. أنا بطبيعة الحال عندنا ثلاث أنواع ديال الطفرات، إما استبدال، إما ضياع، إما إضافة. ملي كنحدد الطفرة كنحدد بالضبط شكون هو النكليوتيد اللي تعرض لهذه الطفرة، والرقم ديال هذا النكليوتيد أو الرقم ديال الوحدة ديال ثلاثية النكليوتيدات. دائما كنتكلموا على الأد إن كنتكلموا على ثلاثية النكليوتيدات، أما الأر إن إف كنتكلموا على وحدة رمزية. إذا غنحدد نوع الطفرة والرقم ديال ثلاثية النكليوتيدات اللي حدثت فيها هذه الطفرة، شكون هو القاعدة الأزوتية اللي تم استبدالها أو ضياعها أو إضافتها، باش من بعد نمر إلى الأحماض الأمينية. إذا في البداية غنقول طفرة استبدال أو ضياع إلى غير ذلك على مستوى ثلاثية النكليوتيدات ونعطي الرقم ديالها. علاش غتأدي هذه الطفرة؟ أدت إلى تغير الحمض الأميني، وغنذكر الاسم ديال الحمض الأميني ونحدد باش تغير. كيمكن بعض الحالات نحصل على واحدة بدون معنى، هذا واحد المثال مازال غنشوفو في تمرين آخر. كيمكن نقول بأن أدت إلى الحصول على واحدة بدون معنى. ملي غيتم هذا التغير الحمض الأميني أو واحدة بدون معنى غتأدي إلى تغير البروتين، ونعطي الاسم ديال البروتين اللي كندرس في المثال. ما بقاش نعطيها بصفة عامة تغير البروتين أدى، ما نقولش بأنها الطفرة أدت إلى تغير البروتين ونتوقف. غنعطي الاسم ديال البروتين اللي كندرسو في المثال ونتوقف. مادام أنا مطلوب علاقة مورثة بروتين غنتوقف حد البروتين، ما نمرش إلى الصفة. إذا طلبت الآن العلاقة الثانية، هي العلاقة ما بين البروتين والصفة. العلاقة بروتين صفة، غنطلق من البروتين إلى الصفة. تغير البروتين يؤدي إلى تغير الصفة. البروتين شنو هو؟ هو سلسلة من الأحماض الأمينية. إذا تغير الحمض الأميني، غنحدد الاسم ديال الحمض الأميني، أدى إلى تغير البروتين وغنحدد اسم البروتين المدروس، وبالتالي تغير الصفة وغنحدد الصفة المدروسة. هاد العناصر إذا بغيت نطبقها أنا في هاد المثال اللي عندنا، غنحاول نحدد أولا الطفرة اللي حدثت على مستوى هاد على مستوى جزيئتي الأدائن ما بين الحالة العادية الحالة الغير العادية. بطبيعة الحال دائما كنطلقوا من العادي إلى غير العادي، ثم نحدد الرقم ديال النكليوتيدات أو ثلاثية النكليوتيدات اللي حدثت فيها الطفرة، الحمض الأميني اللي غيتغير، غنقارن هاد الأحماض الأمينية العادية مع الأحماض الأمينية العادية مع الأحماض الأمينية غير العادية، وبالتالي هذا يؤدي إلى تغير البروتين. شنو البروتين اللي كندرس؟ هو بي 53. ملي غنمشي لعلاقة بروتين صفة باش نوصل للصفة، هاد الحمض الأميني اللي غيتغير اللي غيرنا البروتين بي 53، شنو هي النتيجة ديالو؟ أدى إلى انقسامات غير عادية وبالتالي ظهور الورم السرطاني. إذا غنديرو هاد العملية، أولا نحددو نوع الطفرة. ملي كنبغيو نحددو نوع الطفرة كنمشيو لجزيئة الأدائن. في جزيئة الأدائن شنو غندير؟ غنقارن هاد الجزيئة الأصلية العادية مع جزيئة غير العادية، وبقى نقارن بثلاثية بقواعد الأزوتية. غتلاحظوا بأن في الثلاثية الأولى كاملين كاين تشابه،
فخش كده الاختلاف كده حتى الثلاثية 174. إذن هذا الجزء اللي قبل كامل اللي فيه تشابه ما غاديش نهتم به لأن ما كينش فيه خلل ما كينش فيه طفرة. غنقارن جي سي جي دائما ديال اللولة بالمنسوخ مع تي سي جي. كنلاحظ بأن هناك اختلاف بين جي و تي. أن أول شيء أول يعني التفسير يمكن نوضعه هو أن هناك طفرة استبدال استبدال جي بيت. ولكن ملي نقول طفرة استبدال خصني نتأكد بالفعل بأن هناك طفرة استبدال. كيفاش كنتأكدوا بأن فقط الطفرة هي طفرة استبدال؟ خصني نشوف القواعد الأزوتية اللي غتجي من بعد. القواعد الأزوتية اللي غتجي من بعد إلا كانت عندي غير طفرة استبدال خص ما تبقى من القواعد الأزوتية يبقى نفسه ما يتغيرش. يعني لا غير التغيير هو فقط القاعدة الأزوتية اللي تعرض للاستبدال. إذا هنا ملي غنشوف سي مع سي جي جي أ سي جي أ سي جي إذا ما تبقى ما تغيرش وبالتالي فالتغير كاين تغير واحد هو طفرة استبدال جي بي تي على مستوى ثلاثية النكليوتيدات 174. لاش أدت هذه الطفرة؟ أدت هذه الطفرة إلى تغير الحامض الأميني أرجينين بالسيرين. وملي تغير هذا الحامض الأميني أرجينين بالسيرين شنو غينتج عنه؟ أدى إلى إنتاج بروتين بي 53 غير وظيفي أو غير فعال. ملي غيصبح بي 53 غير فعال شنو شفنا في جواب السؤال السابق؟ هذا سيحول دون أو لن يؤدي إلى توقف انقسامات الخلوية وبالتالي ستتعرض الخلية انقسامات عشوائية ستؤدي إلى ظهور ورم سرطاني اللي هو الصفر. إذن بي 53 غير الوظيفي لا يوقف الانقسامات الخلوية في حالة خلل في الأدعين وبالتالي تكاثر الخلايا عشوائيا ويظهر الورم السرطان. إذن باش نوضح أكثر هاد العناصر اللي تكلمت عليها مورثة بروتين صفة، طفرة هي هذه على مستوى المورثة، طفرة استبدال الجبيت على مستوى ثلاثية النكليوتيد 174 هي حدوث الطفرة. غننتقل باش ننتقل للبروتين، علاش خصني نمر على الأحماض الأمينية؟ تغير الحمض الاميني ار جي بي سيرين ار جي بي سيرين ملي مريت الاحماض الامينيه خصني نمر من بعد الى البروتين وبالتالي تغير البروتين. كنحدد اسم البروتين، البروتين بي 53. شنو التغير اللي غيحدث للبروتين بي 53؟ غيتكون بروتين بي 53 غير وظيفي. هنا بينت في هذا الجزء الاول الجمله الاولى بينت فيها العلاقه مورثه بروتين. يعني في حاله ما تطلب مني السؤال على علاقه مورثه بروتين غنوقف حد هذه النقطه. الان الجزء الثاني شنو هي العلاقه ديال البروتين مع الصفه؟ دائما غنبدا بالبروتين بي 53 غير وظيفي. شنو العمل ديال هذا البروتين؟ انطلاقا من المعطيات انه لا يوقف الانقسامات الخلويه، الا كان غير وظيفي لن يوقف الانقسامات الخلويه في حاله خلل في الادعين. ولا ما توقفوش هذه الانقسامات شنو هي التغير اللي حدث على مستوى الصفه؟ غتكاثر الخلايا بشكل عشوائي وغيظهر الورم السرطاني. اذا تغير البروتين ادى الى تغير الصفه وبالتالي هذه علاقه صفه بروتين. غير نفس السؤال تطرحات بشكل اخر، كيمكن تطرح مثلا بين الاصل الوراثي لهذا الورم، نفس العمليه طفره بروتين صفر. اذا كنتمنى تكون مفهوم العمليه ديال الجواب السؤال المتعلق بالعلاقه مورثه بروتين صفر، واللي غالبا كتطرح في التمارين الخاصه بمفهوم الخبر الوراثي على اساس مازال من بعد غنقدموا تصحيح ديال امتحانات وطنيه اخرى اللي كنكون فيها غنوضحوا فيها انواع مختلفه من الطفرات. يعني حاله ديال الاستبدال اضافه ثم ديال الحصول على الوصول الى او الحصول على وحده بدون معنى. شكرا لانتباهكم والى التسجيل المقبل ان شاء الله.